كربلاء يغتسل من يوصل الفراد يخلع نعاله يقصد بجانب المسنى زور زور ويا يهدم بناية بالفضل ويزيح لتخاد يوقف ينادي شيال العلم ثو يطلع قمر هاشم بيد العلم والجود جفوفه مقطوعه وشايل البيره بلا زنود عندك حاجه يولا السهم في وسط عينه فاضخ راسه عمود لبيك ناديا ولي الله يا مدخو اتمنيت كان بالبرق يتركوني شالت زنود السيف والقربة همتوني لسقي طفل اخويا حسين لو عميان تمليت شف طاح وظل العلم منشور شي سوي الامام علي ويركب جفوف المرتضى ويتواصل الراس ويمشي الحجة والعلم شايل العب والي يقصد قبر جد حسين ومن حوله الناس يدخل الحاير بالبواجي والدمع منثو والي ينسف الذروة ويشلع الشباك والباب يوقف على قبره الحجة وداحي الباب ينادي واطلع يا الذي ضل عاري بالتراب ساعة ولن الأرض حمراء والدم يفوق ولي ينشق ضريحة تصرخ الأملاك والناس تطلع بوسط البارية جثة موزع الأعضاء بكثر ما بالخير أين المنادون حسين تدريش أول حاجة يسويها الحجة شنه تقول الرواية يمد يده ويرفع الرضيع من على صدر الحسين وهو ينادي أصحابي ما ذنب هذا الرضيع ولي 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 أنا ردتك خيمة علي تالي أنا برباك سهرتي يا ابني عبد الله يا غالي بس هاي ما جانت بالي أهز بالمغرب